بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث من كتاب فقه الخلاف بين المسلمين لشيخنا فضيلة الدكتور ياسر برهامي. وكنا وقفنا بالحديث في المرة الأخيرة عند قوله معنى أن هذا الخلاف رحمة، معنى أن هذا الخلاف رحمة. وسبق الكلام قبل ذلك عن أنواع الخلاف في الجملة، وذكرنا أن أنواع الخلاف قسمين، وهما خلاف التنوع وخلاف التضاد. أما خلاف التنوع فهو لا يتعارض أي صورة منه مع الشرع، بل هو من باب التنوع كما هو ظاهر من اسمه. وأما خلاف التضاد فالحق في نوع من نوعيه واحد، وأما النوع الثاني فباطل. فما هما النوعين؟ النوع الأول الخلاف السائغ، والنوع الثاني الخلاف غير السائغ. ولذلك الأول الخلاف فيه سائغ، وإن كان الحق واحد على الراجح من كلام العلماء في ذلك. وأما الخلاف الآخر وهو خلاف أو الخلاف غير السائغ فهذا سيأتي الحديث عليه إن شاء الله تعالى. لكن لازلنا نحن بصدد الكلام حول النوع الأول من أنواع خلاف التضاد، وهو الخلاف السائغ. قال معنى أن هذا الخلاف رحمة، أي خلاف؟ الخلاف السائغ. قال قد نقل غير واحد من العلماء عن بعض السلف أن هذا الاختلاف رحمة، منهم عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد، حيث قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. هذا منقول عن بعض السلف، ومنهم عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد كما ذكر. وقالوا لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، يعني هذا الاختلاف الذي حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع وهو الخلاف السائغ، جعل الله عز وجل به نفعا للأمة، نفعا للأمة من جهة أن أصحاب كل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده كانوا يعملون وهم مطمئنون أنهم يعملون برأي أو بقول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه يحمل مدحهم للاختلاف هنا، مدحهم للاختلاف هنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وقد ذكروا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، وهو لا يصح سندا ولا متنا، بل هو منكر ضعيف، وإنما هو كلام بعض السلف. وليس معنى ذلك عندهم أن الاختلاف نفسه رحمة، لننتبه لهذه المسألة لأن بعض الناس يرددها، بل وهذا يعني الحديث غير ثابت وبعض الناس يردده على أنه حديث. قال بل هو منكر ضعيف، وإنما هو من كلام بعض السلف. وليس معنى ذلك أن الاختلاف نفسه رحمة، بل الكتاب والسنة يذمان الاختلاف
كما سبق وقال ابن مسعود الخلاف شر. كتاب السنة يذمان الاختلاف كما سيأتي معنا في الكلام عن خلاف الغير سائغ، فكيف يقال أن الخلاف رحمة أو الاختلاف رحمة؟ لا، الاختلاف ليس رحمة، بل الاختلاف شر على الأمة. لكن ما هو الذي يحمل عليه قول بعض السلف أن الاختلاف الذي كان بين الصحابة كان رحمة للناس؟ يأتي الكلام. قال: وإنما المقصود عند هؤلاء السلف أن أصحاب هذا الاختلاف مرحومون، بمعنى أن من اجتهد في الوصول للحق ولم يقصر فقد أدى ما عليه، وإن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، كما دل عليه الحديث الصحيح كما سبق، ودل عليه القرآن بالثناء على داود وسليمان مع تصويب أحدهما سليمان عليه السلام. يعني الله عز وجل أثنى على الاثنين، على داود وعلى سليمان، مع أن الحق إيش؟ واحد. وهذا هو المقصود بمعنى الرحمة، وهذا هو المقصود بمعنى الرحمة، أن الله عز وجل يثني على هؤلاء المجتهدين، هؤلاء المختلفين يثني الله عز وجل عليهم، إن كان اختلافهم من باب الإيش؟ الاختلاف السائغ أولا، وإن كانوا هم من المجتهدين، أو كانوا يجتهدون من باب، أو كان الاختلاف من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد. فهؤلاء مرحومون. لماذا؟ لأن من أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ منهم فله أجر. قال: فليس الاختلاف نفسه رحمة، أو أنه مطلوب شرعا، كما يظن من لا يفهم كلام أهل العلم، وإنما المعنى أن أصحاب هذا الاختلاف لا يعذبون طالما بذلوا وسعهم في معرفة الحق. طالما بذلوا وسعهم في معرفة الحق. انتبه ونكرر، ولا سيما إن بعض الإخوة ربما يكون أول مرة يحضر، هذا الكلام معني بأي نوع من الخلاف؟ الخلاف السائغ. أما الخلاف غير السائغ فلا يدخل في هذه المسألة أصلا، لا يدخل في مسألة أنه مرحومون ونحو ذلك. لا، غير السائغ فيه آثم، الذي يقول به آثم، وربما يكون من أهل البدع والضلالة. لماذا؟ لأنه يتكلم في خلاف غير سائغ أصلا وشرعا. قال: وإنما المعنى أن أصحاب هذا الاختلاف لا يعذبون طالما بذلوا وسعهم في معرفة الحق، كل حسب علمه وقدرته، والحق فيه واحد لا يتعدد. ووجود هذا النوع من الاختلاف له حكمة كونية لا حكمة شرعية. حط تحتها خط كده عشان تتمعن فيها. قال: ووجود هذا النوع من الاختلاف له حكمة كونية لا حكمة شرعية. حكمة كونية، الله تعالى يريد ذلك كونا، خلق الناس وخلق فيهم هذا، لكن شرعا لا يريد هذا. الله لا يريد الاختلاف ما من الناس، يريد منهم أن يتفقوا. طيب لماذا اختلف الأفاضل في الخلاف السائغ؟ هذا من رحمة الله لهم. لماذا؟ لأنهم يأخذون الأدلة من القرآن والسنة، ويجتهد كل منهم بدرجة علمه وفهمه وسعيه وبذله ونحو ذلك، فيؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. هذا هو المقصود بالرحمة، أن الرحمة لهؤلاء المختلفين بسبب ماذا؟ بذلهم الجهد في الوصول إلى الحق، في الوصول إلى الحق. لا، الاختلاف هو نفسه رحمة، لا، الاختلاف هو نفسه ليس رحمة، وإنما الاختلاف شر. تقول أنت
اختلاف شر والله يجعله نهي، كما جعل كثيرا من الأمور التي فيها مكاره وشرور جعلها كونا، لكن شرعا سبحانه وتعالى لا يريد الاختلاف ولا يحب الاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. طب العلماء الأكابر لما اختلفوا في المسائل الشرعية، هل هذا تفرق واختلاف أم أنه اجتهاد وبحث للوصول إلى الحق؟ الجواب هو الثاني، أنهم اجتهدوا رحمهم الله تعالى. لماذا؟ لأن كثيرا من الأدلة الشرعية كما تقدم، أنتم فاكرين أسباب الخلاف السائل؟ فاكرين ولا نسيتوا؟ أربعة أسباب الخلاف السائل. ها اللي فاكر يقول. ها؟ طيب ماشي، بارك الله فيك، وده أهم دليل، ده أهم سبب، أهم سبب في الأسباب، وهو أن الشرع لم يأتي في كل مسألة بالدليل الإيش القاطع، إنما أحيانا الدليل يكون يحتمل وجوه. علشان كده حكاية قطع الدلالة وظن الإيش الدلالة موجودة، وضربنا أمثلة على ذلك قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى إذا قال مثلا والآية فالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الإيد توصف، هذه إيد يد، وتوصف هنا بأنها يد، وتوصف إلى العدد أنها يد. طب القطع يكون منين؟ بينته السنة. ده بينته السنة، لكن في حاجات لم يأتي حتى في السنة دليل قاطع عليها. مثلا القرء بالنسبة للمرأة الإيش الحائض، بالنسبة للمرأة الحائض فعدتهن ثلاثة قروء. القرء للمرأة الحائض هل بمعنى الطهر؟ فبعض العلماء يقول هو بمعنى الطهر، وبعض العلماء يقول هو بمعنى الحيض ذاته وعليه، فبعض العلماء يقول ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات، وبعض العلماء يقول ثلاث قروء يعني ثلاث طهرات، محتمل. ولكل أجر، والصواب واحد، ولكل أجر. صواب واحد، ضربنا أمثلة قبل ذلك، إن العالم يقول أنا هذا رأي والآخر يقول هذا رأي، هذا رأي وهذا الصواب عنده، هذا الصواب عند، يعني لو مسألة الحيض القرء هذه أنا أميل إلى القول بأن القرء هو الحيض، القرء هو الحيض، وأتعبد لله بذلك، أتعبد لله بذلك، وهكذا. فهذا هو الخلاف المقصود بأنه رحمة، يعني خلاف المجتهدين فيما بينهم العلماء هذا رحمة من الله فيهم، إنما ليس هو الخلاف إيش بذاته، بل الخلاف شر. نعم. قال: ووجود هذا النوع من الاختلاف له حكمة كونية لا حكمة شرعية، بل المطلوب شرعا الاتفاق ما أمكن، والبحث عن الحق قدر الطاقة. نعم، المطلوب شرعا ماذا؟ الاتفاق، والبحث عن الحق لنتفق، كما نكرر في هذا البحث خصوصا، لا لأجل أن نتفق، لا، ده نبحث عن الحق لنتفق، أو لا نبحث عن أن نتفق فقط، لا، نتفق على ماذا؟ نتفق على الحق، نتفق على الحق. ولذلك هذا المفهوم لما اختل عند البعض قبل الباطل وقبل البدعة وقال المهم ماذا؟ المهم نتفق، نتفق على ماذا؟ والله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا الذي نتفق عليه، أما الذي يخالف عن هذا فلا اتفاق. نعم. قال: مصادمة السنة بآراء الرجال ليس من الاختلاف السائغ. هذه مسألة مهمة جدا، مصادمة السنة بآراء الرجال
ليس من الاختلاف السائغ. وليه ذكر السنة؟ لأنه لا يجترئ أحد على مخالفة الإيش القرآن صراحة. لا، كثير يخالفون القرآن لكن لا يخالفونه صراحة، لا يجترئون على مخالفته صراحة. نعم. أما السنة فربما يقع في هذا كثير من الناس مع وجود السنة الصريحة في الأمر. قال: قد تكون المسألة اجتهادية وفيها جملة من الأدلة تختلف طرق الجمع بينها، وليس واحد من الأدلة قاطعا على غيره، فتكون المسألة من مسائل الخلاف السائغ لما يكون في الأدلة تختلف وطرق الجمع بينها غير قاطعة، فالعلماء يختلفوا عند ذلك ويحصل اختلاف. نعم. قال: فتكون المسألة مسائل الخلاف السائغ، ولكن قد يكون البعض قد استبانت له فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في المسألة يعني استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع بها، علم بها، عرفها. أنا هضرب لكم مثال بين يدي الكلام عشان يتضح. ابن عباس رضي الله عنه لما كان في حج ذات مرة فجاءه بعض الناس وقالوا له: ما تقول في المتعة؟ قال: أقول كذا وكذا وكذا. فقالوا: ولكن أبو قال أقول كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. سألوه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقالوا: ولكن أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا. فقال: أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تمطر عليكم السماء حجارة. هذا المثال مثال لتقديم آراء الرجال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه هي المسألة. قال: ولكن قد يكون البعض قد استبانت له فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول بها، بل يعارضها بأقوال العلماء المجردة عن الدليل عنده. فهو يعرف السنة ويعرف أن بعض أهل العلم خالفها ولا يعرف وجهه ولا دليله، فيعارض من خالفه بمجرد آراء العلماء، فهذا مخالف للإجماع. قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. انظر، إذا كان ابن عباس هددهم بغضب من الله عز وجل يوشك أن ينزل لما قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا قال أبو بكر وعمر، فكيف الحال لمن قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل يقول قال الأستاذ فلان أو الإمام فلان ونحو ذلك؟ هذه كارثة، هذه مصيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: أتقول به يا أبا عبد الله؟ ده الشافعي رحمه الله، واحد بيسأله مسألة فأجابه كيف الشافعي؟ قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ انظر، طب وانت بتقول بهذا الحديث؟ وهذا جهل شديد جدا والعياذ بالله. فقال الشافعي: يعني أتراني خرجت من الكنيسة؟ أتراني أشد على وسطي زنارا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ نعم على العين والرأس. أنت تراني راهب في كنيسة؟ تراني أشد على وسطي زنارا والعياذ بالله؟ أقدم كلامي وكلام الرهبان والأحبار على كلام الله ورسوله؟
صلى الله عليه وسلم، وسئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة فأجاب فيها، ثم قال: ائت ابن مسعود فسله فسوف يوافقني. فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين إن وافقته، ولكن أقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى أنه لما اجتهد رضي الله عنه أبو موسى الأشعري واستدل بموقف ابن مسعود، وجاء السائل إلى ابن مسعود، وكان ابن مسعود رضي الله عنه عنده نص في المسألة، عنده خبر يعني في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول كلاما معناه، وأنا أقول لماذا وعندي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير عن أئمة الهدى والعلم لا يرون لأحد حجة في خلاف ما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مهما قدموا له من آراء الرجال وآراء الناس، مهما كان هؤلاء الناس والرجال من الكبراء والعلماء والأفاضل، فلا يقدم قولهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحوال العلماء والأئمة الأربعة خصوصا مشهورة في ذلك. كان الإمام مالك رحمه الله وهو يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في الروضة، فكان وهو يحدث يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: مذهبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. محدش يقول لي أنت بتقول إيه في المسألة، أنا قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيره وغيره، وكان يعني الأئمة الأعلام رضي الله عنهم يقولون: إذا رأيتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وغير ذلك. وقد تكون المسألة اجتهادية في حق عالم لعدم علمه بالسنة فيما فيها فيجتهد، وقد تكون المسألة اجتهادية في حق عالم لعدم علمه بالسنة فيها فيجتهد. مثال: ها، اجتهادات مثل للإمام أبي حنيف رحمه الله تعالى، زواج المرأة بلا ولي، هذه اجتهادات من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ونحو ذلك. فهذه الاجتهادات من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى اجتهد فيها برغم وجود ماذا؟ نصوص في السنة، لكنه لما اجتهد ما كان يعلم هذه النصوص. هذا هو المقصود. يقول: وقد تكون المسألة اجتهادية في حق عالم لعدم علمه بالسنة فيها فيجتهد، ما يعرفش، ما وصلوش للخبر ولا الدليل، ويكون من تبعه على اجتهاده غير معذور إذا كان قد علم السنة واستبانت له. انتبه من هذه العبارات، عبارات خطيرة جدا. يقول: ويكون من تبعه على اجتهاده غير معذور إذا كان قد علم السنة واستبانت له. مثاله: ها، أحوال كثير من الناس، لا لا لا، رحمهم الله تعالى، هم برضو نفس الكلام هيحمل على أنهم ما كانت تبلغهم الإيش. لا، أنا أقول المثال الأفج هو أحوال بعض الناس عموما، عموما أنه أحيانا يقول لك: قال العالم الفلاني في المسألة كذا، وهو يعلم أن هناك دليل خلاف هذا الدليل، وأن هذا العالم خلاف هذا الاجتهاد، وأن هذا العالم كان قد اجتهد فيها، لم يكن لما اجتهد فيها لم يكن يعلم ماذا هذا الدليل، وأنت علمته
أنت علمته، خصوصا بعض الناس الذين عندهم درجة من العلم، نسأل الله العفو والعافية، يعني بيقرأ كتب، درس دراسة أزهرية، درس كذا درس كذا، فتجد لا يزال مصرا على أقوال للإمام أبي حنيفة لا دليل عليها، مع وجود الإيش؟ الدليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال هو مصر على ماذا؟ على رأي الإمام أبي حنيف في المسألة. هذا يأثم، هذا غير معذور. الإمام مرحوم رحمه الله، الإمام لما اجتهد له أجر، أما الذي تبعه في ذلك وقد استبانت له السنة فإنه آثم. لماذا؟ لأنه عالم السنة والإمام لم يكن يعلمها في هذا الوقت، ولذلك لا يحل له ذلك. وعليه تجد هذه الأخلاق تنتقل إلى العوام، وتسمع مثل هذه العبارات من العوام، علقها في رقبة عالم تصبح سالم. لا مش سالم ولا حاجة، مش سالم ولا حاجة. لو مش سالم يعني أقصد مش مطلقا، يعني بمعنى إنه لو هو بلغ إن في كلام لغير هذا العالم ينبغي عليه إنه يسعى في ذلك، ولا سيما إن كان هذا الكلام ممن يعرف عنهم الإيش؟ الديانة، ممن يعرف عنهم الديانة والورع في الدين، فعليه أن يسأل ويبحث ونحو ذلك، فضلا عن أن يكون هو يعلم المسألة ومع ذلك يصر على أن يتبع اجتهاد العالم الخطأ في المسألة. قال: لأنه في هذه الحال خالف الإجماع بعد مخالفته لأدلة الكتاب والسنة بوجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير معذور يعني آثم. هو آثم ليه؟ لأنه خالف الإجماع. الإجماع في المسألة ذاتها ها؟ وجوب اتباع الكتاب والسنة، خلاص الكتاب أو السنة استمانت لي الأدلة منه، أظل أقول قال الإمام فلان مع وجود الدليل الذي لم يكن الإمام يعلمه، فهذا خلاف للإجماع الذي أجمع على أو أجمع العلماء على وجوب اتباع أدلة الكتاب والسنة إذا استمانت للإنسان. قال: أهمية إدراك وجود هذا الاختلاف. أهمية إدراك وجود هذا الاختلاف، أنه اختلاف السائغ. قال: إن كثيرا من طلاب العلم، كلمة أهمية إدراك وجود هذا الخلاف يقصد منها ماذا؟ استحضار هذا في الحياة، في المعاملة، في التعامل مع الأمور كلها، ولا سيما في الأمور التي ستطرح فيها المسائل الشرعية، هيظهر لك من خلال الكلام. قال: إن كثيرا من طلاب العلم وأبناء الصحوة الإسلامية لا ينتبهون لوجود هذا النوع من الاختلاف، لا ينتبهون لوجود هذا النوع من الاختلاف، ويظنون أن كل مسائل الاختلاف بين العلماء مما يعادى فيه ولأجله، ويبغض المخالف له أو يبغض المخالف له. ده تصور إحنا دلوقتي بنتألم منه، بنتألم منه في الحقيقة بسبب ماذا؟ الجهل، بسبب الجهل، لأن هذه المسائل ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوها. المصيبة إنه ليس طلاب العلم فحسب وقعوا في هذا، بل وقع فيه من ينتسب إلى العلماء، إنه يعتقد إن المسألة ما فيش، يعني المسألة خلاف سائغ. لا، ما فيش خلاف سائغ، ده عداوة وبغضاء ونحو ذلك. لكن مشهور جدا في طبقات كبيرة جدا من طلاب للعلم أن كل خلاف لا بد أن يكون معه خصومة وبغضاء وموالاة ومعاداة. طب ده خلاف سائغ. هو ليس عنده خلاف سائغ، هو عنده إما رأيه وإما التضليل والتبديع والتخوين وكذا، وربما يصل إلى التكفير. إنا لله وإنا إليه راجعون.
قال: إن كثيرا من طلاب العلم وأبناء الصحوة الإسلامية لا ينتبهون لوجود هذا النوع من الاختلاف، وظنون أن كل مسائل الاختلاف بين العلماء مما يعاد فيه ولأجله، ويبغض المخالف له أو يبغض المخالف له. وهذا قد يوجد من أسباب الفساد والضغائن والتعادي ما لا يعلمه إلا الله والمتابع لأحوالنا، ولا سيما على شبكات الإنترنت وصفحات الفيس، يرى من ذلك ما يندى له الجبين وتألم له النفوس. نعم. قال: وإدراك وجود هذا النوع من الاختلاف وعدم إمكانية إزالته يوسع صدور المسلمين لاحتماله. يعني إدراك وجود هذا النوع، إن أنا أبقى مدرك إن في حاجة اسمها خلاف سائر، نختلف في خلاف سائر، مسألة تحتمل هذا وتحتمل هذا، خلاص. لماذا تودعني ولماذا أبدعك، ولماذا تخونني ولماذا أخونك، ولماذا كذا ولماذا كذا، ولماذا تعاديني ولماذا أعاديك، إذا كانت المسألة خلاف سائغ. نعم. قال: وإدراك وجود هذا النوع من الاختلاف وعدم إمكانية إزالته يوسع صدور المسلمين لاحتماله، وليكن شعارنا في ذلك: يسعنا ما وسع السلف الصالح ولا يسعنا ما لم يسعهم. ده اللي ينبغي يكون، أن يكون شعارنا أن يسعنا ما وسعهم ولا يسعنا ما لم يسعهم. اللي لم يسعهم مثاله مثلا ان نقول ان اليهود والنصارى مؤمنين، زي عمرو اسمه ايه البتاع اللي بيطلع خالد ده، ولا اسمه ايه مثلا، يطلع يقول دول مؤمنين مثلا، ومع ذلك ما حدش بيطلع يشتمه. سمعتوا حد من الاخوان المسلمين طلع شتم عمرو خالد؟ وعمرو خالد كل يوم بيقول كلام فظيع جدا، في كفر كتير جدا مثلا، وغيره 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 مثلا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وليكن شعارنا في ذلك: يسعنا ما وسع السلف الصالح ولا يسعنا ما لم يسعهم. اللي يعني الرجل الذي هو واحد من يعني جماعة الإخوان ومن اسمها التحالف اللي مش عارف البتاع الوطني اللي مش عارف ايه، وعضو مش عارف هيئة مش عارف علماء ضد الانقلاب ومش عارف ايه كده، هذا الرجل يطلع يقول في وسائل الإعلام: لو حتى كتبوا في الدستور ان الكتاب والسنة هم اللي الدليل بتاعنا برضو باطل ولا يجوز، عشان مش جاي بالإرادة الشعبية. انظر، والعياذ بالله، كلام كفر، والعياذ بالله، كفر كفر صريح، والعياذ بالله. ومع ذلك هل خرج يعني من يقول له: يا كافر وكذا وكذا؟ ولما سئل أحد المشايخ وقال: هذا كلام كفر وقائله يكفر وعليه أن يتوب، من غير ما يسمي حد ولا يعرف هو مين، إيه اللي حصل؟ شتم وسب ولعن، وأنت بتكفرنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فإذا بقيت المودة والألفة بين السلف مع وجود هذا الاختلاف فليكن هذا حالنا أيضا، ولنرفق بالمخالف لنا، ولا يزيد إنكارنا على مجرد المذاكرة العلمية وبيان الأدلة التي نرى رجحانها، ولا نسمح للشيطان بإلقاء بذور العداوة عبر سيل الاتهامات بالجهل أو الضلال أو الانحراف عن منهج السنة وطريق السلف، وليكن الحوار الهادئ الذي نلتزم فيه بما أدبنا به العلماء وكما نعرفه من طرقهم في البحث والمناظرة والرد الرفيق على المخالف، ليكن هذا الحوار هو الأسلوب الذي ينتهجه أبناء الصحوة في خلافاتهم حول المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف والاجتهاد.
وليبذل كل منها جهده، هي لعلها منهم، جهده في معرفة الحق والعمل به، وليعذر الآخرين داعيا للجميع بالتوفيق لما يحبه الله ويرضاه والقبول عنده سبحانه. وإلا بمناسبة يعني ما احنا نشير إليه على هامش الكلام، أين هؤلاء من القاعدة الذهبية التي شرعا هي مش قاعدة ذهبية ولا حاجة، لكن هي ذهبية عندهم. طب أين هؤلاء من القاعدة الذهبية التي تقول ها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ بالله عليكم شايفين ريحة عذر ولا كل سب وطعن وشتم ولعن وأمهات وأبهات، ودخلت المسألة كمان في الفحش بالقول والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: النوع الثاني من أنواع اختلاف التضاد. أنا في الحقيقة بفضل إن احنا نفصل ونبدأ ده درس لوحده، علشان اختلاف التضاد مش هنلحق نخلصه وهيبقى لنا صفحتين ثلاثة منه، بحيث إن احنا ناخد اختلاف التضاد وأسبابه بطريقة منظمة شوية. أنا آسف، اختلاف التضاد يعني النوع الثاني منه، آسف، اللي هو الخلاف الغير سائغ. فإحنا نقف على هذا القدر اللي هو النوع الثاني من أنواع الاختلاف التضاد، اللي هو الاختلاف غير السائغ المذموم، بحيث إن احنا نبدأه مع بعض. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.